شوفي كيف طالع اسمه لمانمي. بما انه انكتب اسم مانميت على ايدك يعني هو صار حاضرك ومستقبلك يا بنتي. قومي يلا وقفي. عندك فكره؟ رحتك على بيت افلوات شو عملت؟ بتعرفي شو صار؟ وقت رحتي لهنيك صفارات الانذار بلشت ترن براس هديك البنت. متاكد انها بتكون عم تحاول تفهم كل شيء عم يصير وتربط الأمور ببعضها. إذا عرفت عن جد شو اللي عم يصير وكشفت خططنا بسبب تصرفك المتهور رح خليك تندمي وقتها. كيف بدي ساعدك؟ إذا بسببك ما تزوجت هديك البنت وإذا ما قدرت أوفي بوعدي لأمي رح خليكي تضلي بلا قيمة وحياتك بهذا البيت رح تكون سيئة ورح تعملي طلبات كل الموجودين فيه لحتى تموتي. فهمتي؟ بعرف إنك زعلانة لأني جبرتك توافقي تتزوجي من. لا ماما، الأولاد مستحيل إنهم يزعلوا من أهلهم، وبعدين الناس بتسافر وبتبعد ليلاقوا ناس يهتموا فيهم. أنا في عندي إنتي وبابا، إنتوا دائماً موجودين معي، وإنتوا مستحيل تتركوني لحالي، وبعرف إنك بتتمني لي الخير. راج؟ شو صار لك راج؟ أخيراً عم تحتفل بمناسبة حلوة بعد فترة طويلة، ليش في دموع بعيونك؟ ما في شيء، أنا كتير مبسوط لأنه كنتنا رح يصير عندها عيلة لحالها، بس زعلت وقت عرفت أنه البنت يلي صارت مثل بنتي رح تتركنا. راح اشتاق لها كثير بصراحة. نحن مو ناقصنا شي هون، بس ما راح يكون في حدا يعمل شاي بنص الليل بعد هلا. بترجاك سامحني، بوعدك ما عاد أعمل شي من دون ما آخذ إذنك، بس لو سمحت خلينا نفتح صفحة جديدة، أنا بترجاك سامحني. بابا بابيتا، البيت مثله مثل الطوق، أما الخيط تبعه يلي بيخلي عيلتنا سوا وبيخلينا نضل متحدين بهالعيلة هي البنت. اهتمامها فينا وحبها إلنا مو بس صاروا عادة، صاروا حاجة ضرورية. كمان نفسها بالبيت حياة إلنا، من دونها نحن كيف رح نقدر نعيش؟ مو صحيح هالحكي، انتو عيلتي واللي عطيتوني سبب لحتى عيش حياتي كرمالها. ما في شي رح يتغير بعد الزواج، يمكن غير عنواني وابني روابط جديدة، بس اهتمامي فيكن ومكانتكن بقلبي ما رح تتغير أبداً. لو شو ما صار رح ضل بنتكن. خلص ما عاد بدي إياكن تبكوا، هيك رح تخلوني أبكي كمان، وإذا بكيت ما رح أطلع حلوة بالصور، رح تبين عيوني منفخة وشكلي رح يطلع مو حلو. يلا وعدوني إنه ما رح تبكوا أبداً. ليكي أنا خسرت كتير بشغلي خلال حياتي، كتير مصاري، بس ما فقدت الأمل ولا مرة بحياتي بكيت. بس أنتي، أنتي أغلى شي عندي بنتي. أنا ما بعرف إذا بكرة رح أبكي أو رح أقدر وقف دموعي، بس مثل ما بدك رح حاول ما أبكي. تمام لكان، خلص كلكن فيكن تبكوا،
أنا قررت إلغي العرس. لا بنتي، أوعك ما عاد تحكي هيك مرة تانية. نحن عملنا كل المراسم يلي قبل عرسك أنت وما نميت، وبكرة أكيد رح يصير هذا العرس كمان، وكلنا هون كتير مبسوطين مشانك بنتي. وقت تكوني مبسوطة ببيتك مع ما نميت رح نكون كلنا مبسوطين أكتر منك، ما هيك راجيني؟ صحيح. أنت نبهتها ما تعيد عملتها. هي جرأت تطلع برات هذا البيت وتروح على بيت هديك البنت بدون ما تاخد إذن حدا، وهلأ أنا رح أعاقبها على طريقتي الخاصة. حفلة الكركم تبعك المفروض اليوم، بس ما صارت، لهيك كيف بده يصير العرس هلأ؟ اسمعوا كلكم، عرسه لمان ميت على ساقون ما عاد رح يصير من بعد الغلطة الكبيرة اللي عملتها اليوم. بترجعكي أمي، رجاءً ما تقسي عليها، هي غلطت، بس ساقون بتحب مان ميت كتير من لما كانت صغيرة بتحبه. بعتذر بالنيابة عنها، بترجعكم تسامحوها، ما عاد تعيد هالغلطة. أنا بوعدك إني رح فهمها غلطة، هي عملت مراسم الكركم. إيه شوفيها العلامات يلي على وشها من إيده لمان ميت، هو ضربها لأنه بيمون عليها. شوفي خدودها كيف صارت حمرا بعد ما ضربها مان ميت، هنن رح يتزوجوا ماشي؟ بعدين حتى أبي واقف على هذا الزواج وقد سمح إنه يضربها، مو هيك؟ إيه رح نبارك لهم، منبارك لهم. ثلاثين سنة ثلاثين سنة لأول مرة بحياتي بنت متعلمة جاية من المدينة بتتجرأ أن تتحدى كبير هالقرية. لأول مرة تجرأت مرة تهيني بسار كاربور وتكسر قواعدنا وعاداتنا، ومع هيك أنا ما قدرت أعمل معها أي شيء. وأنتو بعد ما عملت خطة لأنتقم خربتوها. حتى الحكي جريمة هون. قولولي هالبنت هاي من وين جابت الجرأة حتى تحكي كل هالحكي قدامي، ومين المسؤولة إنه تخلي عينها على كل اللي بهالبيت؟ مين هي؟ أنا المسؤولة. أنا معناها اشتغلي شغلك، وإذا ما فيك تشتغلي شغلك قولي لا أتزوج غيرك. لا لا، ابني البطل عم بخاطر مخاطرة كبيرة من شان يوفي بالوعد اللي انت قطعتيه، وفهميني شو اللي صار. مرة من هذا البيت راحت على بيت هديك البنت قدام عيونك انت، وما قدرتي توقفيها. ما بيهمني اذا بهدلتيهم ولا ضربتيهم، خليهم تحت سيطرتك، ولا رح جيب مرة تانية وخليها تعاملك وكأنك بتشتغلي عندها، وقتها اكيد ما رح تغلطي. ألو ميت، ناريندرا وصل على البيت، رح أبعت لك رابط لتقدري تشوف الفيديو. إيه ماشي. حلو. ليش الفيديو؟